وذلك في ظل ظروف دقيقة للغاية تمر بها الأمة العربية وتحديدا فلسطين المحتلة وقطاع غزة. يتباحث الزعيمان حول المواقف الثابتة لكلا البلدين في ظل الظرف الدقيق، كذلك يتباحثان في ضرورة إنفاذ المساعدات بشكل كاف لأهالي غزة واستغلال الهدنة الإنسانية الموجودة حاليا في الأراضي المحتلة من أجل إنقاذ الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناة شعب فلسطين الشقيق وخاصة أهالي قطاع غزة. إن المواقف الثابتة لدولتين والمواقف العربية وما تمر به المنطقة من أزمات متلاحقة ومن ضغوطات دولية، الثوابت العربية هي الأمل.